السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الحلقة الرابعة من دكتور أندرويد. طبعا أعتذر إن الحلقة دي اتأخرت نظرا لظروف صحية، بس إحنا زي ما وعدناكم ميعادنا يوم السبت الساعة 10 مساء. إن شاء الله الحلقة الجاية تبقى في نفس الميعاد اللي إحنا اتعودنا عليه. لعبتنا النهاردة مختلفة جدا وجميلة، هي اسمها فايند أوت. السلام عليكم، رجعنا تاني مع لعبة النهاردة فايند اوت. اللعبة دي مختلفة جدا عن اي لعبة تانية بتدور على الاختلافات. اللعبة دي متفاعلة كمان معاك في كل حاجة انت بتعملها، فدي ميزة اللعبة دي عن اي لعبة تانية. هنا اهو سولف ذا بازل، دي اول جزئية، وفي جزء تاني فايند هيدن اوبجكت، وفي طبعا كأنه زي تحديات كده. احنا هنوريكم كده كبداية اللعبة زي ما اتعودنا، بنبدأ اللعبة كده كأنك بفتح اللعبة أول مرة قدامكم، ووريكم بعد كده اللعبة كاملة عاملة ازاي، ونقول الحاجات المميزة والوحشة في اللعبة. طيب أول جزئية واللي أنا بحبها أكتر جزء في اللعبة اللي هي الشالنج اللي هي البرين دي، فيها حوالي ليفلز كتير، بس احنا النهاردة يعني هوريكم كده أمثلة. ودي اكتر حاجة بقى مميزة في اللعبة، انك بتدور على بعض الحاجات، بيقول لك كليك هير تو جيت هينتس، يعني مثلا ادوس هنا وبيقول لي كليك زمان اون ذا بيد. الميزة ان انت بتحاول تدور على الحاجات دي جوه الأوضة، وان الحاجات اللي جوه الأوضة متفاعلة كمان معاك جوه الصورة اللي احنا قدامنا دي. فانا مثلا لو دوست كده اهو كأنه اتضير كده مثلا، والصورة تحتيه مثلا ايه، عايزين ندور على زي الدبدوب ده، فبيقول لك هنا هات الكوين دي كده، وحتى بيوريك انت تعمل ايه، او يعني كأنك جبت ايه لعبة. طيب بالنسبة للبيضة دي بقى هنجيبها ازاي؟ زي ما احنا شايفين في طاسة على النار هنا، نفتح التلاجة هنجيب البيضة ونحطها كده، نستنى لحد ما تستوي. يعني اللعبة يعني تفاعلية وجميلة جدا، ومن اللعب يعني اللي هتحبها جدا، وخصوصا الناس اللي بتحب الحاجات اللي هي تدور على الاختلافات أو كده بطريقة مختلفة وجديدة، يعني أو إنك تدور على حاجات مش يعني مثلا في الليفل دي بقى. هنا بقينا في حاجات كتير بقى قدامك، حوالي 10 واحد، يعني حوالي أكتر من 10 حاجات بتدور عليهم في كل مرحلة، فده اللي بيخلي فعلا اللعبة دي مميزة. ممكن تفتح أي درج أهو، مثلا أنا لقيت قطعة دي مثلا أهو، نجرب لا أهو البازل ده هنا أهو كده. ندور فين تاني؟ هنا في مصاصة، دي المصاصة اللي هنا. إيه تاني مثلا؟ إحنا عايزين نكمل الصورة دي، فإحنا هندور على بقية أجزاء الصورة. عايزين وردة، وردة دي مثلا. طبعا في هنتس ممكن تستخدمها، بس طبعا هتحتاج انك تفتح النت. طب هي دي الوردة اللي عايزينها، بس عايزينها تفتح، فاحنا نعمل ايه؟ مثلا نجرب نسقيها، بس طبعا الوردة كده محتاجة نور، فاحنا ندوس هنا كده. زي ما احنا شايفين اللعبة يعني جميلة ومتفاعلة جدا معاك. لو قفلنا الصوت ده كده نام. في علامة الزد دي اهي، تمام. زي ما انتوا شايفين يعني بتفاعل مع اللعبة بطريقة لذيذة، وكمان في ساعات حاجات كمان بتحرك الموبايل بتاعك عشان تجيبها. فدي كانت اللعبة يعني، او بيقول لك مثلا هنا المفتاح تحت الدبدوب اللي لونه ازرق ده اللي لابس قبعة. طب ازاي نجيبه؟ اهو وقعنا منه زي ما كأننا هزينا الموبايل. عشان نفتح الدرج ده لقينا العلبة دي، أو في هنا مثلا جزء من الصورة أهي، لقينا بقيت ناقصنا جزء رابع أهو، الجزء الرابع بتاع الصورة كده لقينا الصورة كاملة.
مثلا الكوباية دي، طب احنا عايزين نملاها، نحطها عند الكولمان هنا ونملاها، اهو بقت مليان خلاص، ما ناقصلناش بقى غير الإزازة دي أهي. كده احنا خلصنا الليفل دي كمان. ده احنا شايفين اللعبة يعني دي من ضمن الحاجات اللي في اللعبة. اللعبة كمان ميزة إن هي فيها حاجات كتير جدا. تعالوا بقى نرجع للقائمة الرئيسية. يقول لك هنا unlocked after clearing level اوتاكا، اللي هي دي بعد ما نخلص الليفل دي فاحنا هنشوفها على الموبايل هنشوفها على اللعبة اللي انا خلصتها بالكامل. هنا بقى في حاجة اسمها، ده جزء تاني من اللعبة برضو، فيها hidden items و seek و differences، يعني يعتبر لعبة كبيرة وفيها أجزاء كتير جدا. طبعا هنا للأسف بيقول لك special level، ده special level، احنا ناخد شابتر 1 اهي مثلا. يقول لك ايه دي هنا hidden object، ده بقى هنا ايه، صورة بتحاول انك تدور فيها على حاجات hidden. بصراحة طريقتها مميزة شوية مختلفة، ان هي تحس ان الحاجة يعني مختفية جوه الصورة نفسها. طبعا يفضل كل ما تلعب على حاجة حجمها أكبر بتلاقي الحاجة أسهل، طبعا كل ما حجم الموبايل أو بتلعب على حاجة صغيرة هتعاني معاها جدا في اللعب. هنا مثلا احنا مش عارفين فين الفرشة دي، ماجنيفاينج لينس، هو بيقول لي مكانها فين اهو، مش باينة خالص طبعا. ده مثلا كان مثال تاني للعب. تمام، احنا عايزين طب نخلص دي علشان خاطر نفتح اللي هو المتحف اللي احنا شفنا كنا عايزين نفتحه. فنخلص المرحلة دي مثلا مع بعض كده. لقينا القلب اهو، وهنا عندك الحاجات اللي تحت دي هي اللي انت مطلوب انك تجيبها كلها. هنشوف هنجيبها ازاي، مثلا لو عملنا كده مثلا في ايه تاني ممكن اهو، وادي المفتاح اهو، نفتح بيه هنا ده ايه اهو، العروسة دي عايزة مصاصة وفي لبس حاجات غريبة كده. هندور بقى على الحاجات دي كلها. المصاصة هي طلعناها من جيبها، والقطة الغريبة دي اهو، جبنا حاجات كتير قوي يعني كده. ما نسمعش غير العروسة دي، عايزة والوردة. طب احنا ممكن مثلا نفرقع بالونة كده اهي كده اهو، كده احنا خلصنا اهي مرحلة كمان. عشان كنت حابب اهي يو ام ميوزيوم ناو اوبن، عايزين نوريكم الميوزيوم ده برضو جزء تاني من اللعبة. يعني اللعبة بصراحة يعني فيها حاجات كتير، مثلا هو بيديك فلوس. طبعا الميوزيوم بتبقى رخمة شوية، محتاج اعلانات كتير قوي عشان تكسب، عشان يعني محتاج انك تتفرج على اعلانات كتير عشان تسرع الموضوع شوية، لان هو الموضوع بيبقى ايه، زي كأنك بتحط الحاجات اللي انت جمعتها. زي ما انت شايفين انا جمعت الدبدوب ده اهو، الناس بتبدأ تتفرج بقى وبتاخد فلوس وتفتح، مثلا بيبقى فيه عادي بتجمع كوينز اهو وبتعمل ابجريد بقى براحتك هنا اهو كده. وكل ما حد اداك بونص اهو. تمام، زي ما احنا شايفين كده
انا فتحت هنا الصورة، ادي الثلاث صور اللي انا جبتهم اهو عشان خلصت المرحلة بالكامل. فدي حاجة كده لطيفة من اللعبة، زي كأنها كل حاجة دي مثلا محتاج 4000 كوين، 4500 كوين، رقم كبير طبعا. كل ما باخد كوينز اديني بفتحها اهو، وصلت ال1000 كوين اهو بسهولة. بس طبعا للأسف الشديد بتحتاج شوية انترنت، لأنك تتفرج على إعلانات بتسرع. في مثلا زي الساعة دي اهو، جيت فور فري، جيت وان تايم ريفينو، زي ما انتم شايفين يعني بتعتمد شوية على الإعلانات يعني عشان تسرع. بس انت ممكن تلعبها كامل من غير إعلانات او من غير اوفلاين بالكامل، يعني من غير ما تتفرج على اي إعلانات او اي حاجة، وعادي تلعب، مش محتاج انك ايه يعني تتفرج. مثلا نعمل ابجريد لده عشان خاطر كل ما تعمل ابجريد زي ما انتم شايفين بيبقى شكله احسن. مثلا لو عملنا ابجريد لده كده واخدنا الفلوس كلها، فدي زي ما احنا شايفين كده. كده احنا بنجمع الكوينز عشان نفتح اخر جزء اهي كده، لسه 4 ولسه عايزين كوين كمان اهو. فتحنا، وكمان بيبقى زي كأن بيبقى فيه حارس كده، يعني ملوش اي لازمة قوي غير ان هو تحس ان هو بيجمع لك بس يعني كل فترة بيجمع لك الكوينز. يعني انت شايفين اهو، بص مثلا سبيشال جيست، اعمل كونفيرم، لازم عشان خاطر افعله لازم اتفر هنا اول مره مجانا. بس كل مره لما تيجي تعمل حاجه زي كده مثلا، دي بتزود لك الفلوس، بتجيب لك كوينز كتير او ريفينو انكريز 9 تايمز في مده دقيقه، فتلاقي ارباحك تاني. بس طبعا عشان خاطر دي اول مره فاعملها لك ببلاش، بعد كده لازم تشوف اعلانات. فيمكن دي بس النقطة اللي مش لطيفة شوية في الموضوع. بس تقدر انك برضو يعني تقدر انك تلعبها بالكامل من غير ما تتفرج على اوفلاين، تبقى اوفلاين وتلعبها بالكامل، بس هتاخد وقت كتير زي ما احنا شايفين. محتاج مثلا 45000 عشان افتح الفلور التاني مثلا. اهو انا جمعت اهو، اقدر افتح اللوك ديكوريشن في مثلا ديكوريت افتر ليفل 50، تقدر تعمل ديكوريشن مختلف. في جزء تاني بقى، نرجع نبعد بقى عن جزء الميوزيوم ده، في جزء اسمه سيك، ده بيبقى زي كأنه حاجة كده، صورة كبيرة جدا جدا تقعد تطلع فيها اختلاف، تقعد تطلع فيها بقى من الصورة الكبيرة دي قوي، تقعد تطلع حاجات صغيرة قوي جوه المرحلة الواحدة. يعني هي بص زي شجرة هنا كبيرة أوي، تقعد تطلع بقى إيه يعني، متعبة شوية بس الناس اللي بتحب الحاجات دي بتبقى لذيذة، وخصوصا إن ممكن الشكل يبقى متكرر كذا مرة بس فلازم تاخد بالك كويس أوي الشكل ده عامل إزاي. فلنفترض مثلا ده أهو، ده مثلا ده فين، في كائنات كتير غريبة، مفيش، عايزين ندور على الكائن الغريب ده، مش عارف هو فين بصراحة. تقعد بقى انك بتحاول تدور عليه، وفي حاجات يعني كانت كلها غير اهو، لقينا الحمد لله اول حاجة لقيناها يا جماعة في الصورة، الحمد لله. طبعا يعني اللعبة بصراحة يعني من اللذيذ فيها ان هي متنوعة، فيها حاجات كتير. في برضو الديفرنسز دي برضو جزء تاني من اللعبة، انك بتحاول تطلع الاختلافات، تعمل كده اهو، طلعت اول اختلاف من غير ما اخد بالي اهو، اعمل كده مثلا عشان خاطر ايه اقرب وابعد الصورة، فاقدر اقرب مثلا هنا اهو، مثلا في هنا قطة زيادة، في هنا قطة زيادة، الفار اتجاهه مختلف، هنا مفيش حاجة، خلصت، لا لسه مخلصتش، كات هنا اللون مختلف خالص. طبعا عشان دي من اول مراحل فسهلة جدا زي ما احنا شايفين، بعد كده الموضوع بيبقى صعب، بيزداد صعوبة يعني مع الوقت، بيبقى صعب بطريقة يعني ساعات بتبقى صعب بطريقة وحشة جدا يعني كمان توصل للصعوبة بس عموما ده الجزء التاني اللي هو differences، فيه hidden item و seek و differences.
ثلاث حاجات يعني. يعتبر اللعبة دي كأنها 5 لعب في بعض يعني. لعبة جميلة اهو زي ما احنا شايفين مثلا اهو اوفلاين لمدة كذا، فعلشان خاطر تعمل تريبل يعني انت جمعت 27 ألف، عشان تبقى 82 ألف لازم تتفرج على فيديو. فطبعا يعني هي الاعلانات يعني فرجتك للاعلانات بيسرع قوي من اللعبة. ودي حاجة تالت، دي حاجة كمان نسيت اوريها لكم طبعا، هنشوفها مع بعض دلوقتي. حاجة زيادة كمان في اللعبة يعني، اللعبة بصراحة فيها حاجات كتير قوي. بتفتح هنا زي حيوان وهنعرف ايه فايدته بعد كده. تعالوا بقى نروح بقى للجزء بتاع اللعبة، نتكلم عليها بقى بالكامل، الوحش والحلو فيها على الجهاز التاني اللي انا خلصت فيه اللعبة يعتبر جزء كبير جدا منها. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بكم، ورجعنا لكم مرة تانية مع لعبتنا الفايند اوت. اللعبة اللي مليانة حاجات كتير بصراحة. هو مع اللعبة دي أكتر جزء بحبه فيها هي الجزء بتاع البرين ده، اللي هو هو اللي فيه اللعب يعني، يعتبر اللعبة فيه بحسها مختلفة وفيها تحدي أكتر من أي حاجة يعني. يمكن اللي أعترض عليه في اللعبة دي شوية إن المراحل هنا مش كتير، 37 مرحلة بس للأسف الشديد، ده آخر حاجة. وحتى لما تيجي تدوس على كرييت ليفلز دي هيجيبك لصفحة ويقولك ان هو للأسف مش مفيش كرييت ليفلز خالص ولا في اي حاجة. طبعا انا قافل النت، بس لو انتوا جربتوا كرييت ليفلز اللي انا دوست عليها دي مش هجيب لكم اي حاجة للأسف. كان نفسي يبقى فيه موضوع كرييت ليفلز، بس طبعا بصراحة في تنوع كتير تاخد منك وقت كتير عشان خاطر، وكمان بيبقى فيه انك بتعمل فيدباك. هي الديسكفري دي هي الجزء اللي بقول عليه فيه 37 مرحلة، فانت ممكن تدي فيدباك ان انت عايز مثلا ابديت عليها، بس مش حاسس ان بيبقى فيه يعني، ما بيستجيبوش للأسف يعني. بقالهم فترة طويلة، هم 37 مرحلة من ساعة ما اللعبة بدأت. ولو شفنا في الريفيوز بتاعت اللعبة اللي هي نازلة على الجوجل بلاي هتلاقي الناس معترضة فيه فعلا مشكلة على النقطة دي، الناس كلها بتتكلم عليها. بس تعالوا بقى نروح بقى للمتحف اللي انا كلمتكم عليه. زي ما احنا شايفين برضو، بص 65 مش عارف بليون، رقم رهيب. عشان توصل 196 الضعف بتاعه 3 اضعافه لازم تتفرج على فيديو، بس انا مش طبعا مش فاتح النت دلوقتي. زي ما احنا شايفين انا المتحف هنا حدثته خالص، وفي حاجات انا وصلت لاخر ليفل اللي هي 300 او فول ليفل زي ما احنا شايفين. كمان كل شوية يعني تبقى حاجة كده مسلية بس جانبية. وكمان كل شوية بتطلع دور، في ادوار كتير ما بتخلص، مش عارف هتخلص امتى بصراحة. لحد دلوقتي انا مخلصتش اهو، لسه بعمل انلوك لحد دلوقتي. فاللعبة يعني بصراحة فيها تنوع كتير في الحاجات بتاع في دي، وكمان في الشابترز هنا انا بصراحة ما لعبتش في دي كتير في ال، بس بصراحة هي ممتعة كلعبة. انك في الهيدن ايتمز، الناس اللي بتحب الهيدن ايتمز سيج دي فيها برضو ليفلز كتير برضو، والديفرنسز دي برضو يعني برضه هتضيع معاها وقت يعني، حلوة جدا بصراحة لوقت طويل جدا كنت بلعب بيها، وفيها مراحل كتير حلوة. فبصراحة هي لعبة ممتازة. كان نفسي بس الجزء ده يبقى كبير شوية عشان تاخد ال5 من 5 كاملة. للأسف أنا نقصها في السكور بسبب النقطة دي، بس بصراحة اللعبة ممتعة. الناس اللي بتحب الديفرنسز، تطلع الاختلافات، تطلع الأماكن، الحاجات المستخبية، تحل زي بازل كده صغير، اللعبة دي مناسبة جدا. أسيبكوا شوية مع 5 دقايق كده اللعبة من اللعبة، وشكرا لكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.